شكرا اخي العزيز ابو مشعل، والله يسعد مساكم بكل خير، وخالص الشكر لجريدة البلاد والقائمين عليها على هذا المنتدى وعلى هذا الطريق الذي اتخذته ويعزز من نجاحها وصدارتها. وكل الشكر لمعالي الاخ الكريم علي بن صالح الصالح، فكل كلمات الشكر والتقدير امانة لا توفي حقه، فهو رجل دولة مخلص ومتميز دائما، والرجل المناسب في المكان المناسب. وأن صاحب المعالي رئيس مجلس الشورى عدد تسلسل مسيرة الديمقراطية في مملكة البحرين، ومتى بدأت وكان عرضا شيقا ووافي جزاه الله ألف خير. وسعادة الأخ عبد النبي سلمان يطالب بأكثر من هذا، وأنا أحترم رأيه، ولكن ليعلم الجميع بأن مملكة البحرين ضمن منظومة دول مجلس التعاون، ويجب مراعاة ظروفهم ووضعهم الاجتماعي والسياسي، والانفتاح الكلي سوف يسبب لنا الحرج معهم حكومات وشعوب. لذلك السير في الطريق الصحيح والآمن هو مطلب القيادة السياسية لدينا حفظهم الله عز وجل، وشكرا جزيلا.